التسميه ديال هذه الملكه دي باش شنو المعنى باغي تعطيو؟ المعنى هي كانت ملكه وكانت مناضله ولمت وز جروب لو ميديا عنده العلاقه مع السميه. يعني جروب لو ميديا كينهضر عبر الفن ديالو. وانت شنو هي الفونكسيون ديال بوست جروب؟ اش كدير؟ واش مغني؟ انسترومونتاليست؟ مغني كتب كلمات وحي كومبوزيتور. يا سلام، كتلعب شي انسترومون؟ كنلعب الجيتار، انا اللي كنلحن، ما سورسي اللي كنديرش الجيتار، كنغني بصح. اوكي، كتلحن الموسويات كتكومبوزيهم وكتكتب الكلام كامل. الكلمات والغناء ديالكم واش بالدارجه ولا بالريفيه ولا باش؟ الريفيه. الريفيه. الريفيه ولا انا ستيل غربي، التيكنو، الريغي، الكناوي، كنديرو فاريتي. شحال بيكم في المجموعه؟ سبعة بيكم. واش يعني من ناحيه كومبوزيسيون كتابه ديال الكلام والموسيقى واش تتكلف بها بوحدك حيت انت باغي تكلف بها كليدر جروب ولا يعني فتح المجال للاعضاء؟ فتح المجال لا، الاعضاء اللي معايا ما كيكتبوش الكلمات، كنتعامل مع الشاعر خالد المنصوري، وانا ما كنقول الا الموهبه اللي عطاني الله، ماشي غير ديال الوصف وديال كنكتب الكلمات. اللهم لك الحمد. الحمد لله. كاين شي جديد ديال جروب الميديا؟ خدمي في شي البوم؟ كاين شي فيديو كليبات؟ كاين شي حاجه ان شاء الله؟ هاد الساعه جروب الميديا عندها ثلاثه دي البوم، الاولى في 2001 والثاني في 2006 والثالث في 2011 وخدام في الرابع ان شاء الله. يعني جروب الميديا خرج لك 3 البوم دابا وخدام في الرابع، ولكن يعني ما كاينش العامه الجمهور كيعرف جروب الميديا، علاش؟ واش فلطه ديال الاعلام؟ واش انتم عندكم استراتيجيه اعلاميه ماشي هي هذيك؟ يعني علاش ترجع لهذا الشيء؟ هذا مشكل، يعني دابا حنا في الحشيمه كيديروا فيستيفال، وعلى الناحيه ديال الاعلام مثلا القنوات الراديو ما كتكونش حاجه قليله بزاف. كلشي حاضر هذا الدور ديال الفيستيفال الموازين، انه وليكم الحمد لله انتم بروغرامين فيه، والحمد لله ان الاعلام كلشي واجد، وانا كلشي يمشي يقلب على الميديا ويتحرك على موسيقكم، وان شاء الله نزيدو يعني تحكوا لنا بموسيقى زوينه. شكرا بزاف شرفتينا في البلاطو ديالنا. شكرا للاستضافه. يعني الاحوال طيبه، كلشي بخير. كاينين الدراري جيتوا استقريتوا مزيان، كان استقبال مزيان. مرحبا بكم. انتم اليوم دايزين في لاسين ديال سلا من لابارتيون دو 21h15 ياك، من 9h15. كثير دايما كثير دايما سي بون. I'm sorry.